كل اللي صار وخاصة بنظر الكتاب اللي تكلم فيها السي العبيدي في الحقيقة معناها أنا خاف عن من نظر المؤرخ لأن يعني المؤرخ كاين يكون تحكي أنا كنت متصور إني تحكي عن عالم معناها بلاد أخرى في عالم آخر في وقت آخر في زمن آخر وبالتالي معناها كاين مش نحكي على هذا الواقع بالتالي خلينا نقدم مباشرة نقول أن شوف الفرق ما بين هذا التجمع الصغير وما بين الكثرة اللي تحكم أنا نتصور ثم فرق كبير ياسر اللي هو معناه يهم لا كومبيتونس لأنه أنا نتصور اللي يحكموا سواء اللي يحكموا كلهم أفهمونا باللكفاء هذا شفناه في كل وزير في كل معناها في كل معناها معناها في كل سواء في الحكم ولا في البرلمان في الحكومه ولا في البرلمان كل الناس هذوما اثبتونا لا كفاءة منقطعة المدى لا كفاءة بالنسبة لي أنا لا كفاءة وهذا سواء هم يحكموا من طرف معناها من أطراف خارجية يحكموا من أطراف مش عارف مين وبالتالي هذا الموضوع انا افضل ربما ما نستوش في تحليل هذا الواقع المعقد، لكن بالنسبه لي انا هذا الاستنتاج هو استنتاج اللا كفاءه، وكان تونس ماهيش ولاده حتى تعرف، وكان معناها ما فيهاش ناس في قامه كبيره سياسيا وخاصه سياسيا، وهذا هو الاشكال، حتى المعارضه ماهيش قادره على اساس يكون لها صوت مسموع وصوت مقنع، وهذا زاد كذلك اشكال اخر. بالتالي انا نتصور الكفاءة موجودة هنا نتصور ان الناس الموجودين هنا كلهم مبدعين وهذا المختلف هذا الابداع نتصور انا الابداع في كل في اختصاصه في انا نتصور هذا الموجود في هذا التجمع الصغير وبالتالي انا نتصور كيفاش امكانية استغلال هذا الابداع الرائع لكل فرد منا باش يكون قوة جامعة وقوة اللي تجمع كذلك ربما غدوة حول برنامج معين في اتجاه كون يكون عنده حضور في 2019 أنا نتصور هذا هو السؤال الأهم ونتصور أنا مش بتقول معركة الكفاءة ضد اللكفاءة وهذا بالنسبة لي أنا قلة المعرفة مع كثرة الجهل وهذه هي المعركة الكبيرة هي